بسهولة. قولي على عمتي يا أخي أبو كعور. قولي على عمتي ما بدي حدا يعرف غيركم انه بقعود مات. انا جيرو لفارس. شرفت عمي. السلام عليك معلم، كثير السلام. الله يسلمك ويسلمك. ويقول لك الزلمه اللي باعوا الغنم تبع سيف عياش هو موجود عنده بالدكان وحابسه بالمستودع مشان تيجي تشوفه، مش كان ما بدك تيجي تشوفه حتى يتركه يروح بحال سبيله. وين يتركه؟ امشي معي. شرف. تركتنا يا أخي، وين رحت؟ أنا اللي بعرفه إنه أبو أدهم كان يحبه لأبو قعود كتير وكان يحبنا إلنا كمان، بس لو فكر يؤذيه والله ما بعرف. لا أخي، لا، جوزي أبو أدهم ما بفكر بحياته يؤذي واحد فيكم. تعرف شو كان يقلي؟ كان يقلي إنه الله ما طعمني إخوان، بس بعدي اسمه عطاياكم يحبكم مثل إخواته وأكثر. طيب أخي، كرمال خاطر اسرق حالك لعند صاحبك. إيه؟ شو عم تحكي أنت وياه؟ شو بدك من أخوك يقول له لهالواطي هذا جوزك؟ شو احكي؟ أخ يا خايني. لك من شان الله، من شان الله تبحوني وريحوني، من شان الله تبحوني وريحوني. راح نتبحك، ولك راح نتبحك، بس بعد ما نشرب من دم هذا الواطي جوزك. وانت ولا عم تطوري معها ما هيك؟ ولك اخوك لساته مكوم على السرير، مكوم لسه دماته ما بردوا وانتو عم تتآمروا عليه. لك اخ اخ، لك هذا ابو قعود، علي الحلال علي الحلال، لو بذبح هات عياش من اولها لاخرها واحد واحد ما بش في عليه. طع من وجهي له، طع. اخ اخ يا حريمي، وانتي علي الحلال، تخليك تتمني الموت باليوم القصير ألف مرة.